سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70، وفور وصوله لأكاديمية الشرطة وضع سيادته إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وكمان التقط صورة تذكارية مع أعضاء للمجلس الأعلى للشرطة. كمان ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة امبارح، وده في الاحتفالية الخاصة بعيد الشرطة رقم 70. قال إن رجال الشرطة ليهم دور كبير في حفظ أمن واستقرار الوطن، وأكد على إن أرض مصر الطيبة بتفيض بالخير وبتجيب رجالة بيدركوا جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن. وإنني من موقع المسؤولية أثمن دورهم الوطني جنبا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، والذين يمثلون معاً الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر. تحية لهم جميعاً على بطولاتهم وتضحياتهم، والتي لولاها ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة التي ننشدها لشعبها. وتحية أيضاً مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء، تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس. ولكن تبقى مصر هكذا، ولكي تبقى مصر هكذا لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء، ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا. كمان السيد الرئيس قال إن الإنجاز اللي تم في دحر الإرهاب كان ثمنه كبير قوي، دفع خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان نقدر نوصل للمرحلة اللي احنا فيها حاليا من الأمن والاستقرار. ووجه سيادته التحية لأسر شهداء الشرطة، وقال لا ننسى أبدا ما قدموا الشهداء وأسرهم للوطن. احنا صحيح الإنجاز اللي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان إنجاز كبير قوي، وكمان كان ثمنه كبير قوي، وعشان كده اسمحوا لي أقول لكم إن إحنا دايما محتاجين مش بس يعني نحيي ونتذكر أبنائنا الذين قدموا والذين أصيبوا أيضا في هذه المعركة من أبناء الوطن، من كل أبناء الوطن. وأنا لما بتكلم في النقطة دي وبحاول أن أنا أستدعيها مش كفكرة نقولها في خطاب، لا، كتمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها، أرجو أن احنا كلنا كمصريين ومصريات كمان ما ننساش أبدا أن في تمن كبير قوي الدفع خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان نصل إلى هذه المرحلة. فاسمحوا لي مرة تانية وتالتة إن إحنا نوجه التحية والتقدير والاحترام وعايز أقول الأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب، إحنا مش هننسى أبداً أبداً اللي أنتم عملتوه وقدمتوه بأبنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. والنسيان هنا مش اعترافاً بس بفضلكم وبفضل أبنائكم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بأن احنا هيكون ثمن هذه الشهادة وهذه التضحية هو بناء مصر القوية الجديدة. هو ده اللي أنا بس عايز أأكده معاكم عشان تبقوا عارفين إن التمن اللي الدفع ده هو تمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه إن هو تمن لبلد فيها 100 مليون، الـ100 مليون دول يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام
واستقرار وتقدم. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبه الذكرى السبعين لعيد الشرطه اشاد بجهود الاطقم الطبيه والتضحيه اللي قدموها في مواجهه فيروس كورونا والحفاظ على صحه المصريين. ونحن نواجه المحن والازمات التي تعترض طريقنا، ومن هذه الازمات تاتي جائحه فيروس كورونا التي تجتاح العالم كله، وما من مناسبه نلتقي فيها الا وانا اكرر شكري باسم المصريين جميعا إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية في مواجهة هذا الوباء للحفاظ على صحة المصريين. واسمحوا لي نحن أيضا نوجه لهم التحية في هذه المناسبة. وأنا برضو مش ممكن أنسى إن أنا أوجه كل التحية وكل الشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى اللي هو كان له الفضل الأكبر علينا في أن حتى في ظل هذه الجائحة كانت يعني تأثيرها في أتصور في أضيق وفي أقل ما يمكن يعني. فلك الشكر والحمد يا رب، لك الشكر والحمد يا رب. كما لا يفوتني اليوم أن أوجه لكم التحية بمناسبة ثورة 25 من يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم. كمان السيد الرئيس خلال كلمته قال أن الطريق لسه قدامنا طويل، وأن اللي اتحقق على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق المستقبل اللي بنسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة اللي بتحافظ على كرامة المواطن المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. شعب مصر الأبي، إن الطريق ما زال أمامنا طويلا، وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن المصري وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. ولعلكم تتابعون ما يحدث من خلال مبادرة حياة كريمة التي تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة، ولكن هذا الطريق لن يكون ممهدا دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري. وقدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا لليوم، وما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير. ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني، فبهما دون غيرهما نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين. هذا هو عهدنا وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها أبدا مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات، ودائما وأبدا وأخيرا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر دايما بتضحيات ولادها. علشان كده امبارح كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اسماء شهداء الشرطه، وكمان منح عدد من اعضاء هيئه الشرطه انواط الامتياز، وده تقديرا لعطائهم واخلاصهم. السيد رئيس الجمهورية على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار
أو سمة الجمهورية والاستحقاق. أولاً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، اسم الشهيد عقيد أحمد جابر أحمد نصار، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة زينب علي سليم الشافعي. اسم الشهيد مقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبدو، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة سلافة إمام إبراهيم. ثانياً وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة، اسم الشهيد مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة فتحية السيد سالم. اسم الشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر، يتسلم الوسام والد الشهيد السيد الحاج إبراهيم أبو ناصر. تكريم الضباط. يتفضل السيد الرئيس بمنح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديراً لعطائهم وإخلاصهم. أولاً نوط الامتياز من الطبقة الأولى، لواء ياسر عز الدين محمد قطاع الأمن الوطني. عميد علاء محمد عزيز عبد العال، مديرية أمن شمال سيناء. عميد تامر توحيد إبراهيم سرحان، الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية. عميد محمد علي عبد العليم إبراهيم قطاع الأمن المركزي.
العميد محمد مصطفى أحمد قطاع الأمن العام. ثانياً نطلب امتياز من الطبقة الثالثة رائد الشيماء صبري محمود حسبو الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي. نقيب ندى حسام عامر زاهر أكاديمية الشرطة. امبارح كمان أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بالعفو عن باقي العقوبة، وده لبعض المحكوم عليهم، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير. القرار تضمن تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار. طيب نروح لمجلس الوزراء. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع امبارح تابع فيه اجراءات تنفيذ الاستراتيجيه المتكامله لاداره مياه الامطار، وده في محافظه الاسكندريه. وكلف الدكتور مدبولي بسرعه التعامل بحلول عاجله مع المناطق اللي بتتعرض لبعض المشكلات بسبب موجات الطقس السيئه خلال الفتره الماضية، مع مراعاة أن المشروعات الجديدة تكون فيها شبكة صرف مياه للأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي. كملين كمان في أخبار مجلس الوزراء. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات أو مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال رئيس الوزراء أن في اهتمام كبير من جانب سيادة الرئيس بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتشجيع الاستثمار فيها عشان تكون منصة جاذبة للعديد من الاستثمارات والصناعات على المستوى الإقليمي والدولي. حرب الشائعات والمعلومات الخاطئة اللي بتردد دايما على مواقع التواصل الإخباري ما بتخلص، علشان كده امبارح كان في نفي من مجلس الوزراء بخصوص التحويلات النقدية تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري. المركز تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي اللي بدورها أعلنت عن فكرة أن التحويلات دي أو الأخبار دي عارية تماما من الصحة ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وفي انتظام في صرف معاشات تكافل وكرامة لكل المستفيدين بشكل طبيعي. كمان الدكتور مصطفى مدبولي استعرض امبارح تقرير بشأن المحاور والطرق الرئيسية اللي بيتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وأكد على أن في اهتمام كبير بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق، وخاصة اللي بتخدم المواطن أو المدن الجديدة لأنها بتساهم في فرص الاستثمار والتشغيل، وده بيخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.